الرحمن الرحيم، هنراجع دلوقتي فيلم اوبنهايمر عن المميزات والعيوب. المميزات ده السيره الذاتيه، فكطريقه السرد وكل حاجه السيره الذاتيه لا حلو جدا. دور كيليان مورفي بصراحه كان غير طبيعي يعني، فحلو جدا كتقمص وكشخصيه ككل حاجه، حتى كبنيه جسديه يعني ما شاء الله يعني. اللهم صل على النبي. ابو القنبله الذريه، فاكيد هيحصل انفجار، فصوت القنبله الذريه برضو كان محبذ لي يعني، طريقه العرض وكده لا كان حلو جدا. رامي مالك، دور رامي مالك، لكنة الصوت، تعبير الوش برضو كان حلو جدا فيها. عيبه يعني كانت النهاية، يعني كان الفيلم يعني أحداثه كويسة بس كان محتاج كمان نص ساعة، اللي هو آخر مشهد أو في آخر ساعة لا، ما كان نفسي يطلع يعني الأمانة. هو أنا بصراحة وفقني جدا يعني، بس الفكرة يعني كان المفروض يزيد شوية، نص ساعة. يعني العبرة بإيه مثلا؟ لو حد مثلا سمع الدحيح، حلقة الدحيح عن أوبنهايمر كانت حلوة جدا يعني، فاللي هو مثلا يعني من واحد بيلبي النداء ويبذل كل مجهود ويبقى مخلص لحد ما تحول مثلا لخاين يعني، الفكرة يعني حاجة كده اللي هو لا، انا عملت اللي اتطلب مني، بل على العكس يعني، يعني واقف عند الجانب الإيثيكالي الإنساني ده موجود في السيرة الذاتية. انا مش بحرق الفيلم ولا حاجة يعني، بس لا يعني في إشكالية هنا. إشكالية انت من بطل بيتم تكريمك من رئيس الدولة، أكبر حد في الدولة وعلى إنك بطل، ويجي بعدها لا يتهموك بحق يعني بجريمة أو حاجة أنت أصلا مالكش ذنب فيها، بل ويتم التلفيق يعني ليك فيها يعني، في نفس الفكرة. فشوفنا في الفيلم مثلا نيلز بور وأينشتاين يعني دورهم يعني الرئيس يعني اللي هم السلم بقى وكده، مع إنهم كانوا يقدروا يعملوا حاجات أكتر من كده. بالنسبة مثلا لقصة الفيلم بقى وكده لا، لحد مثلا دول الحلفاء عملوا، جابوا مساحة، جابوا شوية علماء، وفروا لهم كل الأسيتس اللي هي دي الخامات والأدوات وكده، من كل حاجة، من الفلوس لعيلة لمرافق لكل حاجة، وفروا لهم كل حاجة والدنيا شغل. فلو جينا دلوقتي نطبق يعني المستوى ده مثلا، يعني يمكن أشهر 3 شخصيات عندنا مارك زوكربيرج، وعندنا بيل جيتس، وعندنا إيلون ماسك يعني، فنفس الفكرة يعني. شوف يعني ثروة كل واحد فيهم كام يعني، لو خد من كل واحد مثلا 20 مليار دولار، وجاب ناس ووفر لهم اسيتس وحاجات، هيعمل حاجات حلوه جدا يعني. يعني بيل جيتس تقريبا عاوز يعمل حاجات في الزراعه، وإيلون ماسك الشرائح الالكترونيه وكده، والفيسبوك طبعا بتطبيقات وكده، فنفس الفكره يعني. فلا في اشخاص بعينهم لا يقدروا يعملوا الحاجات اللي دول او كذا دوله محتاجين يتجمعوا عشان يعملوا نفس الحاجه، فده خوف كبير جدا جدا جدا. اخر نقطه يعني، وده اللي كان حصل من اكتر من 70 سنه، فيا ترى يعني احنا دلوقتي 2023، طب 2123 المجتمع الفيزيائي في القرن ده او على مدار يعني مثلا من السبعينات لحد دلوقتي، ادي كده اكتر من 50 سنه، في 50 سنه كمان جايين، فيا ترى المجتمع الفيزيائي وصل لايه؟ الحاجات العسكريه طبعا، مدى التطور في الترسانه النوويه والحاجات دي كلها، فنفس الفكره يعني. ف اوبنهايمر يعني شايفه يعني واحد طلب منه حاجه وعملها يعني، عنده شويه اخلاقيات يعني منعته من كده، فنفس الفكرة برضو بنشوف برضو ده برضو في الفيديو اللي أنا كنت عملته عن فريدز هابر. يعني فريدز هابر يعني كان أبو الحرب الكيماوية، في نفس الوقت عمل النشادر، فاللي هو صنع وخرب، فنفس الفكرة. أوبنهايمر ما خدش نوبل عشان هو يعني خد من كل فيلم أغنية يعني، فهو أصلا لو ما كانش يشتغل في حاجة زي كده وكان ركز في حاجة واحدة مثلا، يمكن الثقوب السوداء والنظريات بتاعت الفيزياء، وركز في مجال واحد، كان ممكن ياخد نوبل، بس هو اتكرم من رئيس دولة أمريكا يعني. فبس دي كانت مراجعة الفيلم، والفيلم كويس جدا، بس لو انت مش متابع السيرة الذاتية او مش عارف يعني، مش محضر نفسك للفيلم، مش مذاكر مثلا تفاصيل ولا اي حاجة، لا ما بلاش يعني، فنفس الفكرة عشان ما تخشش يعني تبقى كده يعني. فلا الفيلم حلو جدا.